اليوتيوب عامل تحديثات كتيرة قوي الفترة دي، وده شيء طبعا مميز جدا على المنصة دي ان هي بتحاول تستمر وتطور في نفسها. والمميز في التحديث ده ان انت بتقدر تغير الصورة المصغرة بتاعتك من الموبايل، ما بتضطرش ان انت تحمل الفيديو بعد كده تروح تغيرها من على الكمبيوتر. وتعالوا اوريكم التحديث ده على الموبايل. لو دخلنا على اليوتيوب بعد كده عملنا هنا على علامة الزائد، وبعد كده هندوس على ابلود فيديو، هنختار مثلا اي فيديو، اخترت مثلا الفيديو ده. بعد كده هندوس على نيكست، هنلاقي على الثمبنيل هنا فوق خالص على الشمال علامة كده، علامة الصورة المصغرة ان انت بتقدر تعملها ايديت. لو دوسنا عليها كده بنقدر نختار اي صورة، مثلا لو اخترت الصورة دي تقدر تعدل عليها بقى، تطلعها فوق وتنزلها على حسب الوضع اللي انت عاوزه. بعد كده بتضغط على دن. وطبعا التحديثات اللي بيعملها اليوتيوب الفترة الجاية كلها هتخليك ان انت تقدر تعمل كل حاجة عن الموبايل، عشان دي بتسهل الناس اللي بتعمل شورتس وتصور من على الموبايل على طول تعمل كل حاجة من الموبايل.